يقول السائل: اعتمرت عمرتي الأولى منذ 13 عاما تقريبا، وفي الطواف طفت شوطين من خلال الحجر، مع العلم أنني لم أكن متزوجا وقتها، وأنا الآن متزوج ولدي أطفال، هل عمرتي صحيحة؟ وإن كان لا فماذا يلزمني؟ وهل علي دم؟ وجزاكم الله خيرا. ما أديت العمرة إلى الآن لأن طوافك ما هو صحيح، فالعمرة باقية عليك وأنت لا تزال محرما، فعليك أنك تعيد ملابس الإحرام وترجع وتؤدي مناسك العمرة القديمة، تؤدي مناسك العمرة القديمة، إذا كان حصل جماع فسدت تؤديها وهي فاسدة، ثم ترجع وتحرم من الميقات لعمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة، وتؤدي عمرة قضاء، والعقد لابد من إعادته لأنك عقدت وأنت لا تزال محرما، فيعاد العقد من جديد، وعليك فدية، عليك ذبح شاة، وإذا لم يحصل جماع فما عليك إلا العمرة الأولى، أنك تأتي وتكمل عمرك، والأما العقد فهو غير صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. يعاد العقد مرة ثانية. نعم، واجب يا أخوان أن الإنسان ما يترك السؤال، يسأل في الحال، إذا شك في أمره وقع في خطأ يبادر بالسؤال، ما هو عقب 10 سنين أو 20 سنة يسأل. نعم.